معنا من بون الألمانية سيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات عبر سكايب. مرحبا بك معنا سيد جاسم. يعني اليوم الهجمات في أوروبا من قبل تنظيم داعش، تلك التي يتبناها أو ما يسمى بالذئاب المنفردة، أصبحت استراتيجية معروفة عندما يضغط على داعش ويحاصر في أراضيه ويقتل منه على الأرض. ما المتوقع في المرحلة المقبلة لمواجهة هذه الظاهرة؟ وكل فترة وأخرى، وحتى قبل أن ينتهي داعش في سوريا والعراق، ما زلنا نشهد في أوروبا وفي أمريكا حالات من تلك الهجمات المسمى بالذئاب المنفردة. ما تحاول دول أوروبا والدول الغربية يعني في هذه المرحلة هو تعزيز أمنها الداخلي، وخاصة ما يتعلق في المطارات والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى ذلك بأنها تحاول أن تحصل على تفاصيل أكثر حول قائمة العائدين من المقاتلين الأجانب إلى دول أوروبا وكذلك الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. فإذا هي تركز على أعداد وعلى تفاصيل المقاتلين الأجانب وكذلك تعزيز أمنها الداخلي، خاصة ما يتعلق في المطارات. إضافة إلى ذلك بدأت ربما بعض الدول تأخذ منحة يعني تأمين المناطق المفتوحة والساحات التي يتم بها بعض الأحيان إجراء احتفالات إلى الإجراءات الأمنية التقليدية. طيب، هجوم منهاتن الأخير بعد 3 أو 4 أيام حتى تبناه داعش، ماذا يعقد ذلك؟ هل هو يعني صعوبة بالتواصل بين التنظيم وأفراده في الخارج؟ هل الخسارات على الأرض تؤثر مستقبلا على تواصله مع خلاياه النائمة ربما إن صحت التسمية في أوروبا وأمريكا؟ نعم، أتفق مع حضرتك أن يعني المشهد الآن الذي تشهده تنظيم داعش تحديدا بعد خسارة الرقة وكذلك الموصل، نجد أنه هو في مرحلة جديدة، ربما يحاول أن يحضر نفسه إلى مرحلة قادمة. من ضمن هذه المرحلة هو إعادة على الأقل الارتباط في أعضاء على الأقل الحلقة المغلقة. فما يجري الآن بالضبط هو صعوبة التواصل، لكن أجد أنه هذا التنظيم بدأ يتحرك على شكل مجاميع صغيرة، وأجد أنه ما يتعلق في الغرب أوروبا بدأ يعني يتحول على شكل شبكة لتنفيذ عمليات إرهابية على غرار ما تحصل في عواصم أوروبية وكذلك في منهاتن، في سبيل أن يكون في دائرة الضوء وكذلك الحصول على الاستقطاب الإعلامي. طيب، يعني هل يمكن القول أو يصح أنه خسارات داعش في سوريا والعراق اليوم بالتأكيد ستؤثر على يعني خلاياها في الخارج؟ هذا الاتصال أو التواصل أو نقل المعلومات ربما هل سيزعزع، يعني بمعنى أبسط، عندما يخسر داعش في سوريا والعراق هل هذا سيقلل من الهجمات في أوروبا أم سيزيد؟ مقابل خسارته في العراق وكذلك في سوريا، التنظيم بدأ يراهن على موضوع تنفيذ عمليات إرهابية في الخارج وخاصة في أوروبا. فإذا أجد أنه المعادلة عكسية، كلما زادت الضغوطات على معاقله كلما زاد العمليات الفردية على غرار الذئاب المنفردة. وأجد أن هذا يعني أكدته أجهزة الاستخبارات وكذلك أكد الرئيس بوتين قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر دولي الخاص بأجهزة الاستخبارات الدولية في موسكو. أشكرك جزيلا السيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات، متحدثا إلينا مباشرة عبر سكايب من بون الألمانية.